بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والخمسون. الذئب. الذئب من أشرس السباع خلقا وأشدها خيانة وأضرها للناس. الذئب مبتدأ. من أشرس شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وأشرس مضاف السباع مضاف إليه، خلقا تمييز، وحرف عطف أشدها معطوف على أشرس السباع، وأشد مضاف ها مضاف إليه، خيانة تمييز، وحرف عطف أضرها معطوف على أشدها للناس متعلقا بأضر، وهو أكبر من الكلب وأشبه الحيوانات به. الواو حرف عطف أو واو الحال، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أكبر خبر. من الكلب متعلقا بأكبر، وحرف عطف أشبه الحيوانات معطوف على أكبر، وأشبه مضاف الحيوانات مضاف إليه، به متعلقا بأشبه. ويتخذ وجاره في الغابة البعيدة عن مساكن الناس. وحرف عطف يتخذ فعل مفعل، وجار مفعل به مضاف هو مضاف إليه، في الغابة متعلقا بيتخذ، البعيدة نعت عن مساكن متعلقا بالبعيدة، ومساكن مضاف الناس مضاف إليه. ويعيش أيام الصيف على الأرانب والعصافير و غيرهما من الحيوانات الصغيرة. وحرف عطف يعيش فعل وفاعل، أيام ظرف زمان مضاف الصيف مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بيعيش، على الأرانب متعلق بيعيش. وحرف عطف عصافير معطوف على الأرانب، وحرف عطف غيرهما معطوف على عصافير، وغير مضاف هما مضاف إليه. من الحيوانات شبه الجملة في محل جر نعت لغير الصغيرة نعت. وأما في الشتاء فيخرج من الغابات فيطوف في البراري جماعات في طلب الفريسة. وحرف عطف أما حرف شرط وإخبار وتوكيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في الشتاء متعلقا بيخرج، الفاو حرف واقع في جواب الشرط. يخرج فعل مفعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والمبتدأ في هذه الجملة محذوف. التقدير وأما هو في الشتاء فيخرج. من الغابات متعلقا بيخرج، فحرف عطف يطوف فعل وفاعل، في البراري متعلقا بيطوف. جماعات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. في طلب متعلق بيطوف، وطلب مضاف الفريسة مضاف إليه، وليس له قوة تذكر ولكنه لا يعرف الخوف. الواو حرف عطف ليس فعل ماض ناقص، وهو من أخوات كان، له شبه الجملة في محل نصب خبر ليس، قوة اسم ليس تذكر فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لقوة. وحرف عطف لكن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم لكن، لا نافية، يعرف فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن، الخوف مفعول به، فإذا اشتد عليه الجوع يزداد شراسة، فيقصد القرى ويهجم على الغنم والبقر والخيل. الفاو حرف عطف إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، خافض لشرطه منصوب بجوابه. اشتد فعل ماض عليه متعلقا بالفعل اشتد، الجوع فاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، يزداد فعل وفاعل، وهي جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. شراسة تمييز. الفاو حرف عطف يقصد فعل وفاعل، القرى مفعول به، وحرف عطف يهجم معطوفة على يقصد، على الغنم متعلقا بيهجم، وحرف عطف البقر معطوف على الغنم، وحرف عطف الخيل معطوف على البقر، مجرور مثله.
وأكثر ما يهجم عليها في الصبح حين ينام الكلاب. وحرف عطف أكثر مبتدأ مضاف، ما حرف مصدري، يهجم فعل وفاعل. التقدير أكثر هجومه، وما المصدرية والفعل يهجم في محل جر مضاف إليه. عليها متعلقا بيهجم في الصبح شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ حين ظرف زمان مضاف ينام فعل الكلاب فاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. وهو يخاف الإنسان إذا لم يهرب منه. الواو حرف عطف هو مبتدأ يخاف فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الإنسان مفعول به إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو متعلق بيخاف لم حرف جزم ونفي وقلب. يهرب فعل وفاعل وهي فعل الشرط منه متعلقا بالفعل يهرب ولكنه إذا علم أنه يخافه ويهرب منه يتمع فيه فيدركه ويفترسه. الواو حرف عاتٍ لكن حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم لكن إذا ظرف زمان مضاف وهو متعلق بيتمع علم فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. أن حرف مشبه بالفعل هو اسم أن يخاف فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به للفعل يخاف. وحرف عطف يهرب فعل وفاعل وهي معطوفة على يخاف منه متعلقا بيهرب يطمع فعل وفاعل فيه متعلقا بيطمع. الفاء حرف عطف يدرك فعل وفاعل هو مفعول به وحرف عطف يفترسه معطوف على يدركه. وحاسة الشم فيه قوية جدا فقد يشم الشيء من فرسخ أو أكثر. الواو حرف عطف حاسة مبتدأ مضاف الشم مضاف إليه فيه متعلقا بقوية قوية خبر المبتدأ جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. الفاء حرف عطف قد حرف للتقليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب يشم فعل وفاعل الشيء مفعول به من فرسخ متعلق بيشم أو حرف عطف أكثر معطوف على فرسخ مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له وزن الفعل والوصف. ومن عاداته أنه إذا أكل فريسته وشبع منها لا يعود إليها أبدا. الواو حرف عطف من عادة شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وعادة مضاف هي مضاف إليه. أن حرف مشبه بالفعل هو اسم أن إذا اسم شرط يتضمن معنى الشرط مضاف وهو متعلق بيعود أكل فعل وفاعل فريسة مفعول به مضاف هو مضاف إليه وإذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن وحرف عطف شبع فعل وفاعل منها متعلق بشبع لا نافية يعود فعل وفاعل إليها متعلق بيعود أبدا ظرف زمان. ومن خصاله أيضا أنه إذا مرض انفرد عن الذئاب لأنها إذا أحست بمرض واحد منها تجتمع إليه فتأكله. الواو حرف عطف من خصال شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وخصال مضاف هي مضاف إليه أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير أيضا أن حرف مشبه بالفعل هو اسم أن إذا ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بإنفرد مرض فعل وفاعل وإذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن انفرد فعل وفاعل عن الذئاب متعلقا بالفعل انفرد. ليه حرف جر أن حرف مشبه بالفعل ها اسم أن إذا ظرف زمان وهو متعلق بتجتمع أحست فعل وفاعل بمرض متعلق بأحست
واحد نعت منها شبه الجملة في محل جر نعت لواحد وإذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بالفعل انفرد تجتمع فعل وفاعل إليه متعلقا بالفعل تجتمع الفاء حرف عطف تأكل فعل وفاعل هو مفعول به ومن عجيب أمره أنه إذا اشتد عليه الجوع عوى فيجتمع إليه الذئاب ويقف بعضها تجاه بعض الواو حرف عطف من عجيب شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وعجيب مضاف أمر مضاف إليه وأمر مضاف هي مضاف إليه أن حرف مشبه بالفعل والهاء اسم أن إذا ظرف زمان وهو متعلق بالفعل عوى اشتد فعل ماض عليه متعلق باشتد الجوع فاعل وإذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ مؤخر عوى فعل مفعل وهي جواب الشرط لا محل لها من الإعراب الفاء حرف عطف يجتمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إليه متعلقا بالفعل يجتمع الذئاب فاعل الواو حرف عطف يقف فعل مضارع بعض فاعل مضاف ها مضاف إليه تجاه ظرف مكان مضاف بعض مضاف إليه فمن ول منها وسب إليه الباقون وأكلوه الفاء حرف عطف من اسم شرط جازم مبتدأ ول فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جزم فعل الشرط منها متعلقا بالفعل ول وسب فعل ماض إليه متعلقا بوسب الباقون فاعل والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط وحرف عطف أكلوا فعل والواو فاعل هو مفعول به يحكى أن أحد الأشراف كان راكبا مع زوجته مركبة شتوية تجرها ثلاثة أفراس يحكى فعل مضارع مبني للمجهول أن حرف مشبه بالفعل أحد اسم أن مضاف الأشراف مضاف إليه كان فعل ماض ناقص في محل رفع خبر أن واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع راكبا خبر كان والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل مع ظرف مكان مضاف زوجتي مضاف إليه وزوجتي مضاف هي مضاف إليه وشبه الجملة متعلق براكبا مركبة مفعول به شتوية نعت أول تجر فعل مضارع ها مفعول به ثلاثة فاعل مضاف أفراس مضاف إليه والجملة الفعلية في محل نصب نعت ثان فلحقه قطيع من الذئاب يريد افتراسه الفاء حرف عطف لحق فعل هو مفعول به قطيع فاعل من الذئاب شبه الجملة في محل رفع نعت لقطيع يريد فعل وفاعل والجملة الفعلية حالية افتراس مفعول به مضاف هو مضاف إليه فأخذ السائق يحس الأفراس ويضربها بالصوت فرارا من الذئاب الفاء حرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشراع يعمل عمل كان السائق اسم أخذ يحس فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذ الأفراس مفعول به وحرف عطف يضرب فعل وفاعل ها مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها بالصوت متعلقا بيضرب فرارا مفعول لأجله من الذئاب متعلقا بفرارا وجعلت الذئاب تشتد في الجري حتى أدركت المركبة وحرف عطف جعلت فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان الذئاب اسم جعل تشتد فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر جعل في الجري متعلقا بتشتد حتى حرف عطف للغاية أدركت فعل وفاعل المركبة مفعول به فأمر الرجل السائق أن يخلي أحد الأفراس لكي تشتغل به عنهم الفاء حرف عطف أمر فعل الرجل فاعل السائق مفعول به أول
أن حرف نصب يخلي فعل مضارع منصوب بأن وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به سال أحد مفعول به مضاف الأفراس مضاف إليه لحرف جر للتعليل كي حرف مصدري ونصب تشتغل فعل وفعل والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل يخلي به متعلقا بالفعل تشتغل عنهم متعلقا بالفعل تشتغل فأكلته في مدة قصيرة ثم استأنفت الجرية الفاء حرف عطف أكلت فعل ماض والتاء للتانيس وفعله ضمير مستتر تقديره هي هو مفعول به في مدة متعلقا بالفعل أكلت قصيرة نعت ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب استأنفت فعل وفعل الجري مفعول به فخل لها السائق فرسا آخر الفاء حرف عطف خل فعل ماض لها متعلق بخل السائق فاعل فرسا مفعول به آخر نعت لا ينون لأنه ممنوع من الصرف وأما الثالث فأوصلهم إلى قريتهم سالمين الواو حرف عطف أما حرف الشرط وإخبار وتوكيد الثالث مبتدأ الفاء حرف واقع في جواب الشرط لا محل له من الإعراب أوصل فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ هم مفعول به إلى قرية متعلقا بأوصل وقرية مضاف هم مضاف إليه سالمين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والله أعلم بالصواب.